اومليطه البنات بالتفاح والزبيب، عمركم سمعتوها؟ شي حاجه روعه، كيعجبني انا بحال هاد الفطور هكا يكون اوريجينال. درت لبنياتي هاد الكيك وشوكولا، سي دوماج ما شاركتوش معاكم حيت كلشي باقي ناقص. انا راه وجهت تمر، انا واخا صافحه ربو السبعه لقاتني فايقه. كلشي باقي ناقص والله العظيم، بغيت نفيق شي وحده تصورني، خفت بزاف عليا راجلي ما كاينش للاسف دي بلاصمون. ايوا المهم صباحكم مبروك ان شاء الله بالصحه والهنا وراحه البال وباش ما كتمنيو. شوفوا البنات، ها هو فطوري المتواضع. درت ليا اومليط بالتفاح والزبيب، وخديت واحد القطعه ديال الكاطو شوكولا اللي كيجي رائع الصراحه، خصني نشاركو معكم. كيجي هشيش هذا الكاطو، هذا فيه فقط كاس ديال الدقيق، يعني من الاسرار ديال الكاطو شوكولا هو اننا ما ندخلوش فيه الدقيق بزاف، وان شاء الله غادي نشاركها معكم ملي تجي المناسبه. صايبتها لبنياتي بكري باش ياكلوها يدوزوا بها النهار، وصايبت ليا قهوه مع الحليب، وغادي نعقل على فطوري ان شاء الله، وغادي نخرج من بعد غادي نقول لكم ان شاء الله فين غنمشي. او معايا ما تشوفين. وي جوي مونتي تانكيت. اليوم راني زيرت بناتي باش يديروا الميناج، وملي كيديروا الميناج كنطلع ندير لونكير زعما كنكونترولي، تيقولوا لي انا لا امبريسيون اون افي دون ان اوتيل 5 ايطوال، داكشي كديري في الخدمه كديري لينا انا داير لي بحال عسكري، ولكن ضروري ما نزيرهم سينو راكم عارفين سيرتو دابا مع الشميشه بدات كتبرق كتبان لك الغبره بارتو. ايوا البنات المهم فطرت وعقلت على فطوري الصراحه، والله العظيم ملي كنفطر كنفرح. كاع اي وحده فيكم كتفطر وكتعقل على فطورها خاصها تفرح وتحمد الله وتشكره، حيتاش والله العظيم اللي خدام وكيبدا بكري مستحيل تفطري على خاطرك. انا بدا الصراحه كنلقى صعوبه حيتاش كنبدا في 7 ونسكن بوانتي، يعني كنخرج من الدار مع 46 يمكنش نقدر نفطر في ديك القايزه، كيجي ليا بحال كنتصحر. المهم فطرت لقيت على فطوري، قلت اليوم نهار نهاري غادي نتهلا في راسي واحد شويه، دوشت وباقا وقت شعري بواحد شويه ديال الزيت حيت شعري كتعطي لي بزاف، عندي شعري خفيف بزاف دابا خاشي رجليا فميها سخونه مع شويه الملحه، وعندي واحد الغونديفو ان شاء الله فواحد لانستيتيود بوتي باش ندير سوان دو فيزاج ونتهلا براسي واحد شويه. انا سين جورني كوكونينغ زعما، ايوا كيف ما كتعرفوا باقا متبعه داك السيروم لوجهي وكندير معاه هو، وعاود شريته كمل ليا وعاود شريته هاد المره هادي لقيتو ب 65 كوبو سوغ سيت بدل 75، يعني لقيتو دي زورو موان شير، الفو توجور شيرشي باش حيت كاين بليزيور سيت كيبيعو. فكرت نقول لبنتي تجيبوا لي من الفارماسي في الخدامه حيت كيكون عندها شويه ديال التخفيض، وقالت لي ماما ما كاينش كيتباع على السوق انترنيت صافي. المهم ما علينا متبعاه هو، ولكن ما عنديش ان كريم ايدغاتونت بوغ ايدغاتي لابو، فقلت بدل ما نتسنى الطبيبه ديالي ناخذ معاها رونديفو هذيك الديرماتوليك اللي كنت متبعه معاها خاصني نتسنى واحد 3 شهور، استشرت مع الميديسان تريتون اللي هو اللي عطاني هذا السيروم هذا الكلف، قال لي غنستاشر مع دوك لي كوليك ديالي اللي كنمشي نخدم معاهم في داك الكابيني ديال اللازير، قال لي ونقول لك اش من كريم غادي يجي مع هاد السيروم، قال لي حتى تجي على خاطر خاطرك، يعني ماشي تجي اكسبري حتى تكون عندك شي حاجه باش تجي عندي، وهاديك الساعه غنقول لك. وصافي قلت زعما غادي نمشي ندير واحد سوان دو فيزاج اون اتوندو، وصافي غادي نشارك معكم النهار كيفاش غيدوز، نخليكم مع لقطات ملي غنخرج، ونتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. من المهم بالناس ان الواحد يتهلا في راسو وندوها في راسنا واحد شويه، ما نبقاوش على الشقا وجري عليا نجري عليك. الصراحه انا هاد الايام هملت راسي، يعني عار الدار الخدمه لي كورس طياب الميناج ابار سا ما كاينش شي جديد، الروتين راه واحد هذا له. ايوا هادشي اللي كاين البنات، غادي نغسل رجيلاتي ونطلع عند بناتي ندير واحد شويه كونترول صافي ونخرج ان شاء الله. يلا بقاو معايا. انا طلعت عند بناتي، البنات جبت معايا الخل
حيتاش زوينين زوين بزاف لي غوبيني فينيغ بوغ ميناج. الحمد لله راه مجامعين مزيان. غادي عرنا نضربها بواحد الشيفه خفيفه ظريفه حيت واخا كيجفو ما تيبردوش ليا القلب تيبقى الزب. الله يستر وجه تماره وحق الله العظيم. هاد لا كوفيرتور ديال بنتي يلاه صبنتها ودرتها في السيشلاج دغيا دغيا نشفات صافي. غادي غير نضرب دويره خفيفه ظريفه. باقي لي واحد الساعه بوغ مون رونديفو. ها لاسبيغاتور باقا في الارض. هذا بيت زينب باقا ما درتش لكم شي دوره. وفي اليسر كاين بيت زي لبنى ها هي سد عليها حتى لشي نهار ان شاء الله ندير لكم دويره خفيفه ظريفه. اخيرا البنات صافي راني ساليت الحمد لله ما تعطلتش. هاد البنات الفوق ما بقى نكهضيو درا صاحب واحد المسيحه خفيفه ظريفه حيت مابقاش كنتعطل ضروري اون فوا بارسونيل خصني نطلع ندير لونكين حيت قبل مابقاش كنطلع الصراحه كديره فيهم الثقه هي البلاطه البي بنتي راه جمعت البيت ياك ها ما تدريش كيف بحال هكا فيديو فيديو ياك لبنى سمعتي بيتك مزيان مارفو شيري. والمهم البنات صافي غادي نخرج راه الرونديفو ديالي ما بقى لي والو جاب الله ما بعدش الحال قريب هنا في سونتروفيل. غادي نخلي لكم لادريس ديال هاد لانستيتيوت بوتي بالنسبه للناس اللي ساكنين في ستراسبورغ والنواحي علاش لا بوكو با. ايوا كيجيكم اللوك تقولوا لي هاد لي سبادري علاش لي سوبن اشيان صراحه مؤخرا بمناسبه عيد الميلاد ديالي بزاف ديال لي ماغازان لي عندي معاهم لاكارت صيفطوا لي دعوه زعما دعوات عروض عروض بحال مثلا اشيان صيفطوا لي 25% سور فوتر ارتيكل بريفيري مشيت شريت هاد لي سي سبار دري هادو زوينين الصراحه هذا هو وقتهم عينا يا اختي من لي فوط ومن تخنشيش وعينا والله العظيم العينا دابا الشميشه بدات شويه كتبان فعلاش لا الواحد يتهلا في راسو واحد شويه. ومشيت عند بيمكي صيفطوا لي 7 اورو ان بون داشا دو 7 اورو 6 اورو شي بروموت صافي بليزير كومان تاخدي شي حاجه ناقصين لك منها شويه ماشي بحال خديتيها بلان بو. هو ما غاديش نبقى لكم بلا 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 غادي نخليكم مع تتمه الفيديو ونقول لكم ان شاء الله الى الفيديو المقبل. ان شاء الله عندي دي زاشار خصني نجمعهم شريت شي معنات من اكسيون زائد بوشاره غادي عاد ندخل ان شاء الله الى عندي الكوراج غادي نسجل لكم نصور لكم الفيديو المقبل باش نجمع قشاوجي. يلا خليتكم على خير ونقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. بيزو صافي بزاف فاتكم Là, je vais mettre un masque à base d'aloe vera et de la poudre d'argile et donc d'algues. Donc, c'est un peu frais. Hein. Tout est bio. Oui, tout est bio. C'est un peu frais, vous allez voir. Je vais le mettre.